الى ثم النهائي 3-0 امام الحلقه الاضعف في هذه المجموعه الخامسه نفرض نفس الاكيد ان الكلمه الاخيره ستكون لمحللي بي ان سبورتس. المنطق يفرض نفسه في هذه المجموعه الخامسه فرنسا وسويسرا الى ثم النهائي. سنذهب مرة أخرى إلى ملعب الماراكانا إلى معلق هذه المباراة عصام الشوالي، لكن قبل ذلك نؤكد مرة أخرى على خبر اليوم في هذه المجموعة الخامسة، وهو تأهل فرنسا أولى وسويسرا ثانية عن المجموعة الخامسة، وهذه الصورة النهائية لهذه المجموعة. فاصل قصير ونعود لأجواء الماراكانا ولكن خاصة للتحليل الفني لهذه المباراة فرنسا الإكوادور، أرجو أن تبقوا معنا.